وتريث، بيحاولوا ان هم يسحبوا لاعبي بتروجيت لقدام شويه، اللي عاملين تكتل دفاعي كده في بدايه من وسط الملعب. دايما بنشوف بتروجيت لما بيفقد الكره كل لاعبيه بيرجعوا للخلف كده، وادي كره خطره خطره خطره، والهدف الاول، الجول الاول للنادي الاهلي. حلوه حلوه حلوه، ميدو اسامه بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. ويفرق ايه الورده عنك غير انه واخد جماله منك يا عمنا ميدو؟ حلوه قوي، ميدو اسامه بيسجل، وصوره للذكرى، واحلى صوره واجمل كوره. والاهلي بيسجل الهدف الاول في مباراه اليوم علشان يتقدم بهدف مقابل لا شيء. كوره حلوه قوي، وادي اللمسه، ادي بقى اللي بقول لحضراتكم عليه، ادي محمود حمدي صنع يعني اسيست رائع جدا، تحرك رائع للاعب محمود حمدي، وعلى طول ميدو اسامه اللي اخذ الكره وسجل بيها الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم علشان يتقدم.